هجوم شديد جدا اتعرضت له الفنانه دنيا عبد العزيز مؤخرا، وده بسبب الفوتو سيشن اللي عملته. وظهرت دنيا عبد العزيز في الصور بشكل غريب جدا، وكمان تسريحه شعرها كانت مختلفه، واختارت دنيا شعر اشقر مجعد وعامل كمان مكياج مرعب. اللوك ده استغرب منه الجمهور واتريق عليه ناس كتير جدا لانهم شايفين ان اللوك مش مناسب لشكلها. وكان اخر ظهور لدنيا في مسلسل ونوس، وقدمت دور فنانه معتزله ومحجبه، وكمان دور البنت الشعبيه في مسلسل الاسطوره مع الفنان محمد رمضان. ومن دنيا عبد العزيز هنروح للفنانه شيرين عبد الوهاب، واللي قررت تصالح جمهورها وتعمل سيشن تصوير مختلف بعد ظهورها بفستان الاناناسه في مهرجان بياف بلبنان، واللي انتقده كل جمهور شيرين. وانتهت شيرين من جلسه تصوير جديده جدا وصيفيه، ولبست شيرين في الصور فستان الوانه كلها صيفيه مع بروز اللون الاصفر فيه، وكان وراها البحر في كل الصور. من ناحيه تانية اعلنت شيرين عبد الوهاب انها في انتظار نزول اغنيه كل ما غني، ودي اغنيه دي وبتجمعها بالفنان حسام حبيب، والاغنيه الجديده كلمات محمد سرحان، الحان حسام حبيب، وتوزيع محمد نابلسي، وتصور كليب في جزر الكناري. ومن شيرين عبد الوهاب هنروح للفنانه سمية الخشاب، واللي اتصورت مجموعه جديده من الصور في مارينا بالساحل الشمالي، واللي بتقضي فيها اجازتها حاليا. وظهرت سمية الخشاب في الصور وهي لابسه بادي اصفر وبنطلون اسود. سمية الخشاب هتبدا تصوير قريب جدا مسلسلها الجديد الحلال مع المخرج اكرم فريد، واللي هيعرض في شهر رمضان اللي جاي. سمية الخشاب غابت السنه دي عن مسلسلات رمضان، وكانت اخر مشاركه ليها السنه اللي فاتت من خلال مسلسل يانا يانتي مع الفنانه فيفي عبده.